ها وين الكل؟ طلعوا من الصبح يا خانم. لوين راحوا؟ بظن راحوا على المحكمة، هيك سمعتهم عم يحكوا. وسمر؟ وسمر خانم كمان. روحي جيبي لي التليفون من غرفتي بسرعة. حاضر. أو أي تليفون تبع البيت، أعطيني إياه بسرعة. غبية غبية. مين؟ هي ماما عم تطمن. أكيد راح تقلي ليش راح تحضر الجلسة. وأنا قلت لك هالشي 100 مرة، ما في داعي لا أنت ولا نهال تحضروا بنوم. أنا ما دخلني بنهال، وأكيد أنا لازم أكون معك بالجلسة. يا عدنان خلي الكل يشوفوا إنه أنا ماني خايفة من شي. مزبوط، نحن مشان هيك إجينا. بدي افهم امتى رح نخلص من هالقصة. اليوم رح نخلص. وصلوا وصلوا. خلينا نحن ننزل ماشي. اسمحوا لنا اذا بتيجوا. بلش العرض. رح تكون الجلسة مغلقة للصحفيين، ما رح يسمحوا لنا يدخلوا على المبنى. رح ننشر بيان صحفي بعد الجلسة أو بنعمل لقاء. شوفوا هي السلطانة إنعام جاية قبلنا. أهلا وسهلا. تعرفوا خفت تتأخروا والله. قلنا منجي بوقتنا مشان ما نستناهم. خير ما عملتوا. كيفك حبيبتي؟ متوترة، أول مرة بدي أحضر جلسة. مهند أنت ليش جاي؟ مضطر. شو عامل؟ عم يرشفوا رجلي، ما بعرف شو صار لي. هلا شو بده يصير؟ احكي لي مره ثانيه. مثل ما قلت لك يا عدنان بيك، رح تكون الجلسه مغلقه عن الصحافه. مهند شبك ايدك مثل التلج. لا تخاف لهي الدرجه. شو ما صار ما رح نموت. شفت هالرجال وترت لي اعصابي بزياده. بعدين رح ننشر بيان صحفي وان شاء الله خير، لا تاكل هم. لو تشوف يا عدنان قبل ما تجوا المحامين تبعه هددوني بشكل رسمي. خلينا نذكر هالشي بالجلسة. اسمعني، هالرجال أكيد رح يمطمط بالموضوع، أنا واثقة. المحامين عم يقولوا هالدعوة ما رح تخلص أبدا، رح يقدموا شغلات جديدة مشان يلخبطوا أفكار الناس، أنا واثقة من هالشي. ما رح يخوفني أبدا. شوفوا هالمنظر. هي شو إلها شغلة هون؟ العمى شو حقيرة وغطية. والله جعل بالي قتلة وحدة حقيرة. سمر أهلا وسهلا. طلعت هي المخبرة تبع حلمي. أنا معقولة؟
مين بيعرف شو بدها تقول هلا؟ مين بيعرف هذاك الوطي شو علمها تحكي؟ واحد حقير. معناتها هون بدنا نواجه بعضنا يعني هاد. مع الأسف لقيت مكانك أخيرا، صفك صار واضح تماما. ليش حطيت حالك بهذا الموقف؟ ما عم صدق انه انت ممكن تطلع هيك. انا اسف يا سمر، بس من شان بيت زياكيلي تربوا فعلا واحد مهند لفي موت. مهند اهدى. نهاد خلص مهند اهدى شوي اذا بدري، لا تخلوا الامور تنقلب ضدنا. مهند حبيبي اهدى، فعلا عيب على نهاد، شو عم بيحاول يعمله على مين؟ عدنان مبين واثقين بكاتيا كتير، برأيي فكر مرة تانية. ليش شو في هون يعملوا؟ ما بتعرف كاتيا شو ممكن تحكي مشان تشوش على أفكار الناس. يعني صار لها سنين عند فيروز خانو. خلص خلينا ننهي هالشي هون. اصحك تتراجع يا عدنان اصحك. شو ما صار يصير خلي كاتيا تحكي شو ما بدها وخلينا نشوف شو في عندها. مو مهم يكون صح ولا لا بالنسبة إلهم. ليش ما عم تفهمي يا سمر؟ هن جماعة بدهم يعملوا مشكلة وبس، وحابين يضلوا يلدوا ويعجنوا بهالقصة قدام الناس. اصحك تتراجع يا عدنان، صار لازم تعطي درس لهذا الحقير، بلكي بيعرف شو قيمته وبيندم على اللي عم يعمله. لا تتصرف بشكل عاطفي يا عدنان، خلص خلينا ننهي هالشغلة قبل ما تكبر. أطراف دعوة عدنان زياكيل وحلمي أونال والمحامي إحسان إكنشي والمحامي علي طرق، الشاهدة كاتيا ميلينكو ونهاد أونال. Thank you.